هلا السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا بقصة جديدة، قصة SCP-096. 096 هو عبارة عن مخلوق على هيئة بشر وبطول بيبلغ حوالي 238 سنتيمتر. ممكن تلاحظ على SCP-096 اول ما تشوفه على سوء التغذية والكتلة العضلية الصغيرة لإله، بس اللي حتلاحظه اكتر هو طول ذراعين. طول ذراعين SCP-096 بيبلغ 1.5 متر للايد الواحدة. بس بشكل عام SCP-096 بيحمل صفات الإنسان الطبيعي باختلافين بسيطين بس. الأول هو عينه، عيونه بيضة، وهذا بيعطي نظرية أنه SCP-096 أعمى ما بيشوف. الاختلاف الثاني هو حجم فك SCP-096. 096 بملك فك ممكن يفتح لأربع أضعاف الإنسان الطبيعي. طبعا مع شوية تحليلات حسنوا يعرفوا السبب لون SCP-096. SCP-096 عنده جلد ما بيحتوي على أي نوع من الصبغات، وهذا السبب لونه الأبيض كالثلج. زائد أنه SCP-096 ما بيحتاج لأي أكل أو شرب لحتى يتم على قيد الحياة. طبعا هلا بيجينا السؤال، من وين اجى هالمخلوق على المنظمة؟ كيف حست المنظمة تمسك هالمخلوق وكيف تعرفت على سره؟ طبعا محادثة مع كابتن العمليات السابق، واللي حكى فيها انه من السيء دائما انه تروح على موقع SCP وما بتعرف شو ممكن يساوي، ما بتعرف مدى خطورته. بس ما حدا قالنا لا تطلعوا عليه، ما حدا قالنا لازم تخلوا عيونكم بعيدة عنه. وبصف أدق للمهمة، الكابتن حكى انه كان معاهم مروحيتين، مروحية لفريقه ومروحية تانية كانت ماسكة فرقة زولو 9B. وحسنوا يتعرفوا على مكانهم، ما كان متجه لهم SCP-096، كان لسيته هادي وغير مبالي بالمروحيات، مع انه درجة الحرارة كانت اقل من الصفر. بس فاهم شي، 096 ما تفاعل ابدا مع البرد او مع انخفاض الحرارة الشديد. وبكلام ادق من القائد السابق حكى فيه انه هبطنا وقربنا من الهدف، وكان العريف مستعد لحتى يمسك 096 ونحتجزه ونرجعه للمؤسسة. وبهذاك الوقت الدكتور صحلي، بس الدكتور صحلي انا التفتت له وهالشي اللي انقذ حياتي. كان وقت فريقي كله اطلع عليه، على وجه 096. وبهذاك الوقت 096 دخل بحالة الهيجان او بحالة عاطفية مضطربة. وقف 096. 096 بلش بهديك اللحظات يبكي ويصرخ علينا. ما كنا عارفين السبب، بس ما تبين عليه كأنه زئير حيوان ولا بكاء وحش، كان مثل الشخص، مثل كأنه الشخص عم يصرخ علينا. وبهاي اللحظات نحن بدأنا نطلق النار. وقتها مسك العريف اللي كان أقرب واحد عليه ومزق ساقه. كان العريف عم يطلب المساعدة، عم يصرخ من الألم ويطلب منا المساعدة مشان نساعده. على أي حال، نحن كنا نطلق النار على 096. 096 كان يتفجر منه أجزاء، كان ينزل منه دم. بس ما وقفنا هون، كملنا واطلقنا عليه مدفع مضاد للدبابات، وهالشي سبب له أضرار كبيرة لصفر 096. بس 096 ما وقف، كان جزء السفلي تقريبا مختفي، الدم عم ينزل، تمزقات كبيرة بجسمه، إيده اليسار كانت مقطوعة بشكل كامل. فهذا كله هالشي ما أعاق 096 وحسن ينهي على الفريق كله بلحظات. وهنا بس وصل فريق زولو 9B. زولو 9B حسن يحط حقيبة على راسه، وهالشي اللي هداه لأنه ما عاد حدا حسن يشوف وجهه. وأنا كنت الوحيد الناجي من فريقنا كله. ما بعرف شو السبب، ما بعرف شو اللي خلاني ما أطلع على وجهه، بس بعرف إنه صرخة الدكتور هي اللي أنقذت حياتي. وبنهاية المقابلة طلب الدكتور إنه ينهي SCP-096 بأقرب وقت ممكن. مين هذا الدكتور؟ هالشي حنجيله هلا. واحدة من أكبر الكوارث اللي صارت للمنظمة واللي تم تشفيرها، الكارثة كلها بدأت بنقطة بسيطة على صورة. النقطة هاي أخذها واحد من متسلقي الجبال بعام 1990. وبيوم من الايام كان قاعد عم يتفرج فيها على الصور القديمة لمغامراته بالجبال التلجية، وعينه مرت على النقطة الصغيرة، بس هو ما انتبه لها، هو كمل لانه ما شاف شيء. بس في واحد انتبه لها. 096 دخل حالة الهيجان ودمر الزنزانة كلها محاولة الهروب. طبعا بس SCP-096 يدخل حالة الهيجان
ما في اي شيء ممكن يوقفه. SCP-096 ممكن يركض بسرعة 35 كيلو متر بالساعة وبدون اي توقف، وهالشي بيعتمد على مدى بعد الضحية. طبعا محاولة الهروب هاي ل 096، اي واحد كان يشوف وجهه كان يموت. كان 096 ما يخليه غير لهالتالي يقتله، وبس يقتله كان يرجع على الهدف الاصلي اللي له، واللي هو متسلق الجبال اللي كان عايش. 096 ما كان حيتركه هو وعايش، كان حيلحقه حتى لو كان على الطرف الثاني من العالم. وصلت هاي الاخبار للدكتور دان. دكتور دان هو الدكتور المسؤول عن SCP-096. دكتور دان كان طبعا خارج الدولة عم يحاول يكتشف الاصل ل 096، بس كان حاسب حساب الموضوع. دكتور دان كان مجهز سلاح سري هو مصممه ضد 096. هالسلاح كان اسمه سكرامبل. سلاح سكرامبل كان عبارة عن نظارات بيلبسوها الجنود، كانت مخصصة لحمايتهم من انه يشوفوا وجه 096. هاي النظارات كان هدفها انه تشوش وجه 096 لدرجة انه ما يحسنوا حتى يتعرفوا على وجهه، ويخليه غير عدواني لجنود المنظمة. بس بهاي المهمة اللي تحولت لكارثة كان في مشكلتين. المشكلة الأولى إنه المتسلق اللي شاف الصورة كان عايش بمنطقة فيها كثافة سكانية عالية، وهالشي طبعا زاد من احتمالية إنه ناس أكثر تشوف 096 و 096 ما حيسامح حدا. طبعا هالشي كان رافع من احتمال خسارة أرواح أكثر. طبعا هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية إنه السلاح السري لدكتور دان فشل، ما حسن يعطي الفعالية اللي كانوا متوقعينها. كان وجه 096 يبين لأجزاء من الثانية قبل ما يحسن الجهاز يشفرها، وهالوقت كان بما فيه الكفاية ل 096 حتى ينتبه وينهي الفرقة كاملة وتتحول المهمة لمجزرة. طبعا ممكن تفكر انه هذا اكبر شيء، بس لا، هذا الهروب كله كان مخطط من قبل الدكتور دان. يعني بكلمة تانية، الدكتور دان كان هو سبب المجزرة وخسارة أرواح لمدينة كاملة. كان هدف دكتور دان هو أنه يعطي المنظمة سبب أو دافع أكبر لحتى يسمحوا له بتدمير 096. بس المفاجآت ما بتوقف هون. خطط دكتور دان نجحت والمنظمة عطته إذن تدمير 096، بس مع هاي المجزرة وخسارة الأرواح بهالشكل، نجاح الدكتور دان ما كان نجاح كامل. المنظمة ربطت الدكتور دان بهاي المهمة بس، يعني لو دكتور دان تخلى عن المهمة أو حتى لو اكتشف طريقة تخلص من 096، بعد هذا كله لح يتم إعدام الدكتور دان للجرائم الشنيعة اللي ارتكبها والأرواح اللي أزهقها بهدف تحقيق خطته. بس هالشي كله كان بيستاهل للدكتور دان. وواحدة من المحاولات لتدمير 096، قام الدكتور دان وحط 096 مع SCP-682. للي ما بيعرف مين هو SCP-682، هو عبارة عن مخلوق زاحف بيحسن يتجدد، وكل ما يتجدد أو يحصل له ضرر ويتجدد منه بيكتسب مناعة ضد هذا الشيء. ومعروف عن 682 إنه المنظمة عم تحاول تدمره من وقت طويل كتير، والمحاولات كلها فشلت لحد الآن، زائد إنه 682 بيحقد على البشر. بس هاي كانت قصتنا لليوم. أتمنى إنه عجبتكم قصة 096. عندي خبر واحد أخير، واللي هو هتكون في مسابقة على سيرفر ديسكورد لخلفية القناة. طبعا انتم ما بتعرفوا عندي خلفية القناة هاي اللي صلها زمان على القناة، وصراحة ما في منها هدف، فحبيت اسوي لكم مسابقة وفعالية ممكن تطلع فيها ابداعك، وما تشترط المسابقة على الرسم، ممكن تكون رسم، ممكن تكون فوتوشوب، ممكن تكون اللي بدك اياه او اللي انت مبدع فيه. العموم اتمنى التوفيق للكل، والمسابقة حتبدأ من هلا، وحيكون مدتها 10 ايام من اليوم اللي هو طلع فيه الفيديو. على العموم هذا كان كل شيء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اعطوني اقتراحاتكم للSCP الجاي، ولو عجبكم الفيديو ولو في عندكم اي انتقادات او اي شيء اكتبوا تحت. على العموم هذا كان كل شيء، ومع السلامه.